السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، دمتم في خير حال بإذن الله تبارك وتعالى. نستكمل معكم السلسلة العطرة وبرنامجكم اليومي قطوف من السير. أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه يجهر بالتوحيد في مكة. يدخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه على النبي صلى الله عليه وسلم ويتلفت أبو ذر ثم يدخل، فيرحب النبي صلى الله عليه وسلم بهما ويسأله أبو ذر: اعرض علي الإسلام. فيعرضه عليه السلام على أبي ذر فيسلم، لكن النبي يفاجئه بطلب غريب: يا أبا ذر، اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فاقبل. فأقبل، ما أعظمه من دين سلاحه الكلمة، الكلمة فقط في مواجهة آلاف السيوف والصياط والرماح والشتائم، وفي مواجهة ركام الأصنام والعادات والتقاليد. لكن تلك الكلمة أججت حماس أبي ذر، فأراد أن يزين بها الأرض والسماء، فأقسم بالله قائلا: والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم. ثم اشتد كالتحدي نحو الكعبة، ولما رأى تلك الأصنام شعر بعظمة التوحيد فصاح: يا معشر قريش، إني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. لم يمهره الوثنيون، لم يسألوه، صرخوا كالمجانين: قوموا إلى هذا الصابئ. فقاموا فضربوه حتى كاد أن يموت. فسمع أحد العقلاء ضجيجهم فأقبل مسرعا ورمى نفسه بين الجموع، وانحشر منحنيا على أبي ذر، فانفرجت لوجاهته دائرة الوثنيين وتوقفوا، وصدورهم ترتفع وتنخفض غيظا كرائحتهم. رفع رأسه فإذا هو العباس بن عبد المطلب، حدق فيهم وجها وجها وقبحا قبحا، فزجر غباءهم وقال لهم: ويلكم، تقتلون رجلا من غفار، ومتجركم وممركم على غفار. لكن أبا ذر كرر المحاولة في اليوم التالي والذي بعده، فكرروا جنونهم، وكرر العباس إنقاذه. وفي اليوم الرابع أدرك أبو ذر أن مكة ليست مكة التي يعرفها، وأن وصية نبيه أسلم وأحكم. فأخذ راحلته ومضى حزينا، وهو يظن أن عدد المؤمنين لا يتجاوز الأربعة. غادرها وقلوب المؤمنين تلوح له وتود لو عاتقته، تود لو عالقته وصافحته، تود لو قالت له: نحن بالعشرات ونحن نحبك يا أبا ذر، لكننا لا نستطيع حتى توديعك. عاد أبو ذر غريبا كما ذهب، تحول بينه وبين نبيه غربة يخون فيها الأمين ويصدق فيها الكاهن. وتمر أعوام ثلاثة فلا يرى عليه السلام في قيادات قريش أملا، فيتجه إلى قيادات أخرى علها تتبنى دعوته. يغتنم موسم الحج ويقصد سوق عكاظ ومجنة، أسواق كانت تقام في أرض الجزيرة العربية في مواسم الحج، كان يقصدهم عليه الصلاة والسلام، يناشد القيادات: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. فلا يجد أحدا يناصره، ولا يجد أحدا ينصره أو يؤويه. فلقد بثت قريش دعاياتها بين العرب، فنجحت تلك الدعاية في تشويهه، حتى إن الرجل إذا أراد السفر إلى مكة ودعه أهله بزاد وبكلمات تقول: احذر غلام قريش لا يفتنك. وعندما يصل يقتله الفضول حتى يرى غلام قريش،
فإذا رآه عاد الفضول ليسأله من هذا الرجل الذي يلاحقه كظله ويحث التراب على ظهره كالمجنون؟ يا ترى من هذا الذي يطارد النبي عليه السلام؟ إنه عمه أبو لهب، أخزاه الله ينتظر موسم الحج ليبث سمومه ودعايته الكاذبة على رسول الله، وينتهز الفرصة كلما أقبلت أشهر الحج الثلاثة شوال وذو القعدة وذو الحجة، تقاطر الشعراء والخطباء والتجار من كل أنحاء الجزيرة إلى حيث مهرجانات الكلمة والبضاعة. عكاظ يقام في شوال، ومجنة في ذي القعدة، وذو المجاز في ذو الحجة. حل شوال، أي جاء شهر شوال، ونصبت الخيام، وافتتح سوق عكاظ ليحلو الصمر وإنشاد الشعر ورواية القصص، ثقافة العرب الشفهية التي لم تفتح مدرسة أو تؤلف كتابة أو تقم دولة. يحاول عليه السلام منحهم ذلك، فيأبى سدنة الأصنام والظلام. يصل إلى عكاظ رجل اسمه عباد الديلي، يتجول بين البضائع والقصائد والخيام، وبصحبته طفله الصغير ربيعة، يمسك ربيعة يد والده تارة ويفلتها تارة أخرى. تأخذ عينيه البريئتين حركة هنا وهناك أو لعبة هنا وهناك، وفجأة ينظر ويجري نحو مجموعة من الصغار، يقترب ليرى ويسمع سبب زحامهم، فإذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يعطر الخيام، يخاطب الزعماء والعوام بألطف عبارة، يبشرهم برفاهية الدنيا، رفاء الدنيا ورغد العيش في الدنيا ونعيم الآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي عز وجل وله الجنة؟ يشكر حسن ربه، إذا أحسنوا عليه بالرد كان يشكر حسن ربه ويصبر على صده، لكنه ما إن يبدأ في تبليغ الناس للكلمة الحق لقول لا إله إلا الله حتى يشوش عليه صوت قادم من الجحيم، صوت أبي لهب يقول: يا أيها الناس، إن هذا قد غوى فلا يغوينكم، إن هذا قد غوى فلا يغوينكم. صوت أبي لهب يقول: يا أيها الناس، إن هذا قد غوى فلا يغوينكم عن مآثر آبائكم. حارس الظلام هذا يرفض التوحيد، يرفض اقرأ، يرفض القلم، يرفض العلم، يلتصق بالعادات حتى لو كانت سجودا لخشبة أو وأدا لأنثى، حتى لو كانت سلبا ونهبا. يحاول نبي الله التخلص منه فلا يستطيع، يسرع فيسرع خلفه، ومعهم ربيعة الذي يقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى وأبو لهب يسعى على أثره ونحن نتبعه. وينتهي السوق، فتطوى الخيام، ويعود عليه السلام إلى مكة، ويدخل ذو القعدة، فيتكرر المشهد في سوق مجنة، ويأتي ذو الحجة، ويقام سوق مجاز قرب عرفة، فيزداد شر عمه لقربه من مكة، لا يكل ولا يمل. كان عما مخجلا، شاب اسمه طارق المحاربي ينصت للنبي وهو يناشد الناس: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فيقول هذا الشاب: إنه رأى أبا لهب تبع النبي وهو يرميه بالحجارة، يدمي كعبيه وعرقوبيه ويقول: يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب. هذا كان ديدا أبي لهب، عليه من الله ما يستحق من اللعنات. نكمل السلسلة الكريمة الطيبة
وضيوف من السرة في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.